مستر مرة يرحب بكم بجولتنا الرمضانية، واحنا اليوم بأشهر الأماكن اللي موجودة في اسطنبول وأشهر البازارات في اسطنبول اللي هو سوق المصريين. هذا السوق انه هو تأسس عام 1597، وأيضا انه هو من خلال انه كان في زمن العثمانيين كانت تجي بضاعة من مصر وتكون داخل هذا السوق، ونشوف انه هو سوق متنوع من خلال البضائع التقليدية وأيضا من خلال العطور البهارات أيضا بعض المواد الغذائية. فتعالوا ياي أخذكم داخل السوق المصري بجولة رمضانية حلوة، تعال. مثل ما تشوفون انه احنا دخلنا ايضا السوق المصري او البازار المصري، ونشوف انه هذا السوق انه هو يتنافس مع العديد من الاسواق، لكن بقت انه ارث وقدامة هذا السوق بطراز العثماني، بايضا انه هو على اليمين وعلى اليسار انه يكون محلات متنوعة. هسه راح نشوف انه من اشهر الاماكن اللي موجودة بسوق المصريين اللي هو ايضا محل مختص بكل شيء، خلينا نشوف صاحب المحل، واعتقد ان هم ايضا من اخواننا السوريين. ف مرحبا. مرحبا استاذ. شلونك؟ حياك الله. اخبارك؟ اهلا وسهلا فيك استاذ. من وين؟ من سوريا، من دمشق. من دمشق، رمضان كريم. علينا وعليك ان شاء الله. صار لك جد هنا باسطنبول؟ تقريبا 5 سنين. 5 سنين؟ اه. هنا السوق، ليش هذا السوق انه هو من اهم الاسواق ومن اهم البازارات؟ علما باسطنبول في كثير من البازارات التركيه. هو لانه بيشمل كل شيء، فيه الشالات، فيه الفضه، فيه الذهب، فيه البهارات، فيه الشوكولا، كله كامل. الاكثر هنا الرواد اللي يجون هم السواح ولا ايضا من تركيا؟ لا، السواح الاكثر. السواح الاكثر. والخاص ناس العرب. العرب. اه اكثر. والان انه شفت يمكن قبل شوي حتى من الدول الاوروبيه والاجنبيه، من هولندا، من سويسرا، موجودين دا ياخذون ايضا المستكاين. هي بشكل عام بكل دول العالم، بس انه الاخص ناس من العرب. غير الشنط وغير الادوات المنزليه، اعتقد انه مشهورين بالبهارات اكثر شيء، والكرزات والحلويات. هنا المصانع قريبه من السوق يعني؟ قريبه. قريبه من السوق يا ما في تقريبا نص ساعه وكذا بالمصنع يجيك هنا. يعني اللي يجي ياخذ هدايا ياخذ من هنا. تماما. شنو محلك؟ شنو بيه؟ وش اسمه محلك؟ حريم سراي. حريم سراي. تمام. ليش اختاريتوا هذا الاسم؟ يعني هم بيشمل انه عثماني قديم تحسه؟ هو اسم عثماني، والفكرة انه فيه كل شيء، بيشمل كل شيء، بانه خلاص انه حريم سراي. حريم سراي شامل كل شيء يعني، بهارات، شوكولا، حلقوم، اي شيء. يعني هسه ريحة البهارات هذه، ريحة البهارات التركية ولا العربية؟ لا، اللي طاغية بالمحل هذه تركية اجباري. تركية اجباري. هون كل شيء تركي، ما في عربي. ما في عربي، قليل ما تلاقي شيء عربي. حتى المحلات انه كلها تركية؟ كلها تركية. كلها تركية. بس الموظفين عرب واتراك صاحبين. رمضان كريم. من عليك الصحافي، عندك ناس تتابعك على السومرية او تريد تتابعك على السومرية تقول رمضان كريم؟ اهلك، اصدقائك؟ والله رمضان كريم على الشعب العراقي وعلى الشعب السوري بشكل عام. دابرونا السومرية. أوكي. هذه صناعة تركية. كله صناعة تركية. كله صناعة تركية. طيب خلينا نشوف وياك. هذا كله فضة طبعاً مع حجر طبيعي. مشغول شغل تركي. أوكي. عندك فيه الخواتم، فيه الأساور، البريسلتس. وهذه شنو؟ عندك هون قلايد، مثل ما بتقولوا بالعراقي. قلايد. قلايد. أوكي. إيه. هاي كلها فضة طبعاً، كله فضة، وهذا مطلي بماء الذهب مثلاً. مطلي بماء الذهب. أيوة مطلي، ما بيتغير لونه طبعاً. ما بيتغير لونه. في عندك هيك شيء، هاد ذهب، حجر الفيروزي. كثير يستخدمون أيضاً الأحجار اللي بيها فيروزي. أو هو الأتراك بيهتموا كثير بالأحجار الطبيعية، وبيأمنوا في منهم بالحسد والكذا، إنه لها طاقات سلبية وطاقات إيجابية وهذه الأشياء. وهذه الأشياء. أي. طبعا انا اتمنى لكم موفقيه، وان شاء الله دائما ايت الرزق. كل سنه وانت طيب، واشوفك ان شاء الله ترجع لبلدك سالم وغانم ان شاء الله. عندك احد من سوريا تحب تقول له كل عام وانت بخير؟ رمضان كريم. لكل اهلي بسوريا. على الكاميرا ويا علي. كل عام وانتم بخير. شكرا. واللي هنا انه راح تنتهي جولتنا الرمضانيه، اتمنى ايضا عجبتكم. وده تلاحظون كثير ايضا من اخواننا السوريين ان هم دائما يفضلون الاتراك، ان هم شغلوهم كون ان هم اسرع ناس حفظت اللغه وتعلمت اللغه التركيه، وعندهم طريقه ايضا حتى من خلال ان هو ترغيب السائح او ترغيب اللي يريد يشتري بطريقه انه هي تكون جميله. اتمنى الجوله ايضا عجبتكم. تابعوا جولاتنا الرمضانيه على السومريه. باي باي.